بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من وجهة نظر. زي ما أشرت في الحلقة السابقة عن زيارة الرئيس المصري السيسي إلى واشنطن ولقائه اليوم الاثنين، طبعا حسب مع فرق التوقيت بين عمان وبين القاهرة وواشنطن، اليوم الاثنين اللقاء. أيضا جلالة الملك غدا الثلاثاء راح يبدأ زيارة رسمية لواشنطن، وزي ما أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيستقبل جلالة الملك يوم الأربعاء 5/4، وهي زيارة طبعا هي الزيارة الثانية بالمناسبة لجلالة الملك خلال شهرين، أو اللقاء الثاني لجلالة الملك مع الرئيس ترامب خلال شهرين. وأيضا هي بجوز ترامب بتولى المسؤولية بجوز خلال 3 شهور، كانت أيضا الزيارة الثانية لجلالة الملك لواشنطن. طبعا الزيارات لغايات الشغل والقضايا المهمة اللي مطروحة على القمة، اللي هي بجوز من أهم القضايا اللي راح تبحث بشكل مباشر، الموضوع الفلسطيني. وبنحكي بالموضوع الفلسطيني بنحكي موضوع القدس أولا، اللي هو قضية القدس ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى واشنطن إلى 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 القدس. وهي من القضايا اللي جلالة الملك سارع في بداية عهد ترامب إلى زيارة واشنطن والتقاء خلال الأسبوعين الأوليين من وجود ترامب في البيت الأبيض، لطرح وجهة النظر الأردنية والعربية في هذا الموضوع والمخاطر من وراء أي قرار أمريكا بالاتجاه. اليوم بعد القمة العربية في جهد عربي بموضوع المبادرة العربية بتوافق مع إرادة أولية أمريكية، حتى ما نكون مغرقين بالتفاؤل من الأمريكان، إرادة أولية أمريكية بتحريك عملية السلام وأنه يكون في نشاط تفاوضي خلال الفترات القادمة. وجود الرئيس المصري، وجود جلالة الملك رئيس القمة العربية بواشنطن، ووجود رئيس محمود عباس سيكون بواشنطن أيضا، كل هذا إن شاء الله يعني بالتأكيد رح يكون بيساعد في مدار البحث في هذا الموضوع. مما ورد بالأخبار أنه جلالة الملك سيبحث مع الرئيس ترامب موضوع المناطق الإنسانية الآمنة في الأراضي السورية، وهي مسألة طرحت زمان وطرحت من ترامب، اللي هو إنشاء مناطق آمنة داخل الأراضي السورية لإيواء اللاجئين والنازحين السوريين اللي بيكونوا هاربين الباحثين على الأمان، هيك الحديث الأمريكي عنها. لكن هي مسألة مش سهلة، يعني لأنه هذا الموضوع يعني ليس أن تقرر الولايات المتحدة إنشاء مناطق آمنة، أنت بتحكي عن أعداد اللاجئين والنازحين، هو في أسئلة تنطرح معها، هل هذه المناطق ستشمل اللاجئين والنازحين السوريين اللي خرجوا من سوريا؟ يعني بمعنى الملايين اللي طلعوا، مثلا 1.4 مليون سوري الموجودين بالأردن، هل هذول مشمولين؟ بدهم يرجعوهم المناطق رح تشمل ترجيحهم اللي يكونوا يدخلوا ويرجعوا يسكنوا بالمناطق الآمنة اللي خيموا، هي يعني مخيمات، برغم انه اكثر من يعني 90% من 1.4 مليون هم موجودين بالمدن الأردنية، و10% فقط او اقل موجودين في المخيمات في الزعتري وفي بقية المخيمات الموجودة في الأردن. هذا سؤال مهم كثير، هل هذه المناطق ستجري؟ وين بدك تلاقي المساحات الجغرافية الواسعة اللي تقيم تحط فيها هذه الملايين من الناس؟ هذه المناطق من سيحميها عسكريا؟ لانه اذا بدها تتم التنسيق مع النظام السوري ومع الروس ومع الايرانيين اللي هم موجودين وبحكموا عسكريا بالاراضي السوريه، ولا بدون تنسيق؟ مجموعه اسئله بتخلي الموضوع ليس من السهل، يعني يحتاج الى ترتيبات عسكريه وامنيه، وبجوز ينحكي عن شيء اخر اكبر من هيك حتى انها تكون. فبحث القضيه بين جلاله الملك وزي ما ورد في الاخبار وبين الرئيس الامريكي لا يعني الموافقه او الذهاب فيها، هو ما زالت الفكرة قيد الدراسة. وبعتقد الأردن اللي موجود على الحدود مع سوريا واللي عنده الملايين من اللاجئين السوريين أقدر أن يقدم تصور واضح للأمريكان عن إمكانية وعدم إمكانية ذلك، وإذا كان في إمكانية لقيام فيها ما هي الاحتياجات العسكرية واحتياجات الإنسانية، ومن سيديرها، من سيحميها، تمويلها، وهذا أمر غائب الأهمية. وزي ما قلت بده يشمل السوريين اللي داخل خارج سوريا ولا ما بده يشملهم؟ هذا يسأل كثير تحيط بالموضوع، لكنها واحدة من القضايا على جدول الأعمال. بجوز ترامب بيخلص مدته وما يصير فيها شيء، يعني مش ضروري كل شيء بنطرح على البحث معناته أنه سيقام سريعا. احنا على الأقل بدنا نقتبس من الحرب على داعش الأمريكان اللي أعلنوها من عهد أوباما، وهي راح أوباما وداعش بظلت موجودة. بدنا نشوف الحكي اللي بيحكوه الأمريكان عن أولوية يعني الحرب على داعش كيف سيطبق وكيف سيتحقق، وقديش المنطقة ستنظف من الإرهاب ومن التطرف من أو من الإرهاب على الأقل، لأن التطرف حالة أصعب من الإرهاب بيد الأمريكان إذا بالفترات القادمة. فهي واحدة من الأشياء اللي على جدول الأعمال. طبعا القمة راح تكون يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى بخمس الشهر بعد بكرة،
ويكون فيها بحث لهذه المسائل، لكن الأولوية دائما للملف الفلسطيني اللي هو الملف الشاغل والملف صاحب الأولوية، واللي دائما جلالة الملك حمله في كل مكان وبيقدمه للعالم. لفت انتباهي وبجوز صدر مقال لواحد دبلوماسي إيراني خلال الفترات الماضية، مدام بنحكي شوية عن سوريا، هو رئيس مركز تابع لوزارة الخارجية الإيرانية اسمه مصطفى زهراني، تحدث بكلام بجيكم برد الفعل الإيراني عليه والتفسير. قال إيران لا تملك استراتيجية للخروج من الحرب في سوريا، وبتحدث هذا اللي هو دبلوماسي إيراني مدير أو رئيس مركز دراسات تابع لوزارة الخارجية الإيرانية، قال إيران لا تملك استراتيجية للخروج من الحرب في سوريا. وأيضا قال بشار الأسد أدار ظهره لنا، طبعا بدير ظهره لهم لصالح الروس، لأنه في تنافس من يحكم سوريا أكثر، من يسيطر أكثر، الروس ولا الإيرانيين. وفي كثير تحليلات بتطلع أنه والله رح يصير في نوع من الصدام السياسي وربما شبه العسكري بين، مش حرب طبعا، لكن على الأقل تنافس بين الروس والإيرانيين في سوريا، لأنه حتى كل واحد يحصل حصته، لأنه ما حد فيهم جايب جيوشه وميليشياته لله يعني، ولا حبا في بشار الأسد، هي مصالح وبحث عن النفوذ. فبيقول هو بشار الأسد أدار ظهره لنا، أي للإيرانيين. وبيقول أيضا بالمقال أعتقد أن الحرب في سوريا، اعتقدنا بيحكي عن بداية الحرب، اعتقدنا أن الحرب في سوريا ستكون لفترة قصيرة لاعتقادنا أن العدو ضعيف وأن بإمكاننا إنهاء الأمر سريعا. وهذا الاعتقاد بالمناسبة الأزمة السورية كان أخطأ فيه الطرفين، أخطأ إذا هذا كلام الدبلوماسي الإيراني اللي بيحكي باسم إيران، طبعا ضمن النظام السوري بيشترك معهم بنفس القناعة، وكان اعتقاد عند المعارضة والدول اللي بتدير المعارضة وبتمولها انه بشار الاسد بيقعد 6 أشهر، وهدول اعتقدوا انه العدو اللي هو المعارضة والحركات اللي اشتغلت ضد بشار كمان ضعيفة وان الامور رح تنتهي بسرعة. لكن ثبت للجميع انه احنا دخلنا بالسنة 7، وانه كل طرف مدام في تمويل وفي تأجيج للحرب وفي دول بتمول وبتدفع وبتسلح، الحرب ظلت موجودة وما زالت موجودة حتى الان، وما زال في موت وما زال في قتل وما زال في ضحايا حتى اليوم. الشاهد الايرانيين طبعا في مقال طلع باحد القنوات الايرانيه اللي بتصدر باللغه العربيه وفي المواقع الايرانيه، تحدثوا مش تكذيب، ما كذبوا ما قاله الزهراني، وانما يعني كانوا هاجموا دول الخليج وتحديدا السعوديه على طريقتها بتفسير فهمها لهذا الموضوع. كانوا بيقولوا لا، انه الكلام مش هيك، انه احنا بشار ما ادار ظهره الايرانيين، وانه ايران كيف لا تملك استراتيجية، إيران أصلاً مطولة هي جاية عشان تكون موجودة، وإنها تملك استراتيجية أصلاً هي ما بدها تخرج، لأنه مجرد أن الإيران يفكروا بالخروج من سوريا طبعاً هاي إشكالية بالنسبة للنظام السوري، لأن الإيرانيين شايلين معه شيلة طيبة بين قوسين يعني في الحرب أو في القتال اللي في داخل سوريا والروس. لكن واضح أنه في شيء مما قاله أساس تفسير هذا القول أو هذا الكلام اللي حكاه الدبلوماسي الإيراني اللي هو أشبه بالدراسة وأشبه بالتحليل، تفسيره ما بين التفسير المباشر وما بين التفسير الإيراني. لكن في نهاية المطاف في قصة، مدام في دول بتقاتل الدول تستنزف في الحروب، يعني إيران الإيرانيين مثلا بأخذوا على التحالف العربي وعلى السعودية داخل باليمن، وهي استنزاف للسعودية، بس هم نفس الشيء بيستنزفوا بسوريا من 6 سنوات، يعني 6 سنوات حرب بمولوا على الأقل لو مقاتليهم الحرس الثوري، لو حزب الله اللي هو زي ما أعلن حسن نصر الله في أكثر من مكان كان يقول بشكل واضح أنه أكلنا وشربنا وسلاحنا ورواتبنا، وهذا قاله في خطاب علني قبل أشهر، أنه أكل الحزب وشربه رواتبه تسليحه وكل تكاليفه هي من إيران، فحزب الله هو اللي بيقاتل بشكل أساسي في سوريا. فلو الإيرانيين ما لهم ميليشيا خاصة وما لهم حرس ثوري وما لهم حدا، فقط حزب الله هم اللي بصرفوا عليه، بمعنى في استنزاف مالي فضلا عن الاستنزاف العسكري اللي بيتم في سوريا. فهذا الكلام مهم، بعتقد انه سواء حتى الإيرانيين لو قدموا تفسير خاص عندهم لهذا الكلام، لكن كلام مهم كثير وبأشر على انه بعد 6 سنوات انه هذه الحرب بدت يعني تتعب الأعضاء. طبعا روسيا موجودة زي ما بتعرفوا، روسيا موجودة في سوريا، مش كمان ما في شيء لله، يعني هاي دول كبرى زي كيف الأمريكان لما دعموا مجاهدين أفغانستان بالسبعينات، نهاية السبعينات والثمانينات إلى نهاية الحرب، أكيد يعني ما كان الولايات المتحدة والسي آي إيه والعرب اللي كانوا طبعا معهم وجزء من القصة
ما كانوا كلهم حبا بالجهاد ولا بإسلامية أفغانستان، كانت جزء من الحرب الباردة اللي حدا يحارب بالوكالة. اليوم قصة الحرب بالوكالة موجودة، يعني كانوا مجاهدين الأفغان أو الفصائل الأفغانية اللي هو جزء منهم كان عرب أيضا، من اللي كانوا الأفغان العرب اللي كانوا موجودين هناك، جزء منهم كانوا يحاربوا نيابة. الأمريكان بيعتقدوا أنه بيحاربوا نيابة عنهم، طبعا اللي بيقاتلوا كان نواياها مختلفة، أنه بيقاتل بده يطلع المحتل السوفيتي من أفغانستان وجهاد في سبيل الله، مش المهم النوايا، بس المهم هاي النوايا خاصة فيه هو. لكن بالنسبة للأمريكان كان في حدا بيحارب عدو الأساسي والاتحاد السوفيتي وجزء من الحرب الباردة، وبيستنزف الاتحاد السوفيتي في أفغانستان لفترة طويلة حتى انسحب الاتحاد السوفيتي وترك أفغانستان في حينه. فالدول أيضا بتحارب ما عندها، ما في شيء لله، ولا في حب طبعا بالشعب السوري ولا حبا في سوريا، إنما روسيا بدها تأخذ حصتها اليوم من سوريا بشكل أساسي، حصتها في الموانئ، حصتها بالاقتصاد، حصتها بالنفوذ العسكري على البحر المتوسط، وكلها قواعد عسكرية موجودة هناك، حصتها بالسيطرة وحصتها بالقرار السياسي بالحل السلمي. اليوم روسيا هي اللاعب رقم واحد في الحل السياسي للأزمة السورية. طبعا تتخيلوا لما بتكون بلد دولة هي اللي حامل، طبعا الروس هم بيعتقدوا، وهذا حكاه بشار الأسد بوضوح، انه بيقولوا نحن من حمى النظام السوري من السقوط، وإلا كانت التنظيمات وصلت لدمشق وسقط النظام. يعني هم اللي حامين النظام السوري أو حموا النظام السوري من السقوط، بمعنى لو قرروا في لحظة، لو دخلوا في صفقة مع الأمريكان وقرروا في لحظة أن يغيروا شكل النظام السوري، الروس بيملكوا أنهم يفعلوا هيك، يعني إذا قرروا، لكن مصالحهم هي اللي بتحكم بآخر النهار. الإيرانيين طبعا بالنسبة لهم هذه مسألة مهمة كثير، سوريا لأنها بتتكامل الجغرافيا مع بعض، زي ما بيقولوا هم بالعراق وبلبنان وبسوريا، هذه بالنسبة لهم جزء من صناعة النفوذ اللي موجود بالمنطقة. فهي قصة مهمة كثير، وبآخر النهار يعني زي بازار كبير، الكل بيدخل يدور على حساباته على مصالحه، والشعب السوري اللي على زي ما قلت في حلقات سابقة اللي وفق على الأقل تعداد الأمم المتحدة، المفوضين الأمم المتحدة، هاي الجهة المعنية بالأمم المتحدة باللاجئين، بتقول 5 مليون لاجئ سوري المسجلين، هذول الرسمية. طبعا اللي غير مسجلين كمان ملايين، زي ما هو زي بالأردن المسجلين بجوز حوالي 600 ألف، لكن غير الموجودين حوالي 1.4%، فأكثر من نص هم موجودين لكن غير مسجلين، فما بالك بالعالم كله بشكل كبير. الكلام الإيراني مهم كثير هذا الذي قيل، وبعتقد بيأشر على أشياء مهمة كثير، لكن وبيأشر على تنافس الروس الإيراني على المغانم في سوريا، اللي بآخر النهار زي ما قلت اللي بروح اللي بيدفع الثمن هو الشعب السوري والدولة العربية السورية والجغرافيا العربية السورية. سمحوا لي أتوقف مع حضراتكم لفاصل قصير، ونرجع بنكمل مع بعض إن شاء الله بقية حديثنا بعد قليل. أهلا بكم مرة أخرى لاستكمال حديثنا حول مواضيعنا. كنا نحكي بالجزء الأول عن زيارة جلالة الملك لواشنطن اللي بتبدأ بكرة الثلاثاء إن شاء الله، وعن لقائه مع الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء 5/4 بعد يومين. وكنا نحكي أيضا عن مقال لأحد الدبلوماسيين الإيرانيين حول الوضع بسوريا وتفاصيل هذا الموضوع. بدي أنتقل مع حضراتكم لقصة في إربد في شمال الأردن، قصة وخبر كان موجود لشخص معمر أردني اسمه الحاج أحمد عبد الحليم دواغرة. الحاج أحمد عبد الحليم دواغرة عمره 92 سنة، إن شاء الله ربنا بعطيه صحة والعافية، تم تكريمه من قائد المنطقة العسكرية الشمالية قبل أيام، وكان في خبر بالصحف صحيفة الرأي الأردنية وصورة لرجل كريم تم تكريمه، وكان أحد باعتباره أحد المقاتلين وأحد الجنود في القوات المسلحة الأردنية على مدى كل المعارك في فلسطين. هو عمره 92 سنة ومن أكبر المعمرين، أو معمر يعني كبير، ومرة ثانية مدعي له بالصحة والعافية، وتم تكريمه من المنطقة أو من قائد المنطقة العسكرية الشمالية بتاريخه. بدي بس أقول لحضراتكم شوي عنه، وهذا التكريم جزء من الوفاء، وزي ما نقول دائما أي مجتمع وفي وأي دولة وفية بيكون دولة لديها خلق، والدولة لديها خلق تستمر، وهذا يعني مشكورين طبعا القيادة العامة وقيادة المنطقة العسكرية الشمالية على هذا الموضوع. الحاج أحمد عبد الحليم دواغرة هو يعني زي ما قلت وشارك في كل في الحروب اللي خاضها الجيش العربي الأردني مع الكيان الاحتلال، وهو ما زال يدعو ربه أن يعطيه الصحة وأن
يكون دائما حاضر. هو بيقول زي ما ورد الخبر بالجريدة أنه حيل إلى التقاعد عام 76، سنة 76 من القرن الماضي، يعني قبل 40 سنة يحيل على التقاعد برتبة عريف، بعد أن خدم في الحرس الوطني والقوات المسلحة 17 سنة، منها عامين بالحرس الوطني آنذاك. بقول أيضا الحاج الكريم أنه شهد حروب 67 و68 كرامة و73 مع العدو الصهيوني، حيث خدم في فلسطين بمنطقة القدس عدة أعوام وأكمل خدمته في الأردن. وطبعا اليوم هو بقول عن حاله أنه بيقضي وقته بين المسجد وزراعة الأرض، والحمد لله لا يعاني من أمراض تذكر، ويتمتع بصحة طيبة، ويستذكر زوجته أم حسين رحمها الله واللي توفيت قبل عامين. هو في قرية في بلدة مندح من شمال الأردن، وزي ما قلت تم تكريمه من قائد المنطقة الشمالية وجمعية مندح الخيرية بمناسبة ذكرى معركة الكرامة. طبعا هو كونه معمر وعمره 92 سنة، وأن يذكر من أهل بلده ومن الجمعية، وأن يتم تكريمه من الجيش من المنطقة العسكرية الشمالية والقيادة العامة، بعتقد هذا أمر جيد. وهي بجوز دعوة، هذا الخبر بخلينا ندعو القوات المسلحة اللي هي دائما يعني حاضرة بكل الأمور الطيبة وموجودة ولها الصورة الجميلة بأذهان الأردنيين، إنهم يدوروا دوارة بالمناسبة على الأردنيين العسكريين القدامى اللي لهم تاريخ واللي خدموا، لأنه لما واحد يكون خدم زي هذا الرجل الطيب الحاج الدواغري، لما بكون تقاعد قبل 40 سنة وبعدين يحس الناس متذكرينه، وحس إنه الجيش متذكره والأهل متذكرينه ويكرموه ويصوروه ويطلع خبر بالجريدة. طبعا هم ما رح يعطوه عمر جديد ولا شيء، لكن على الأقل البني آدم يعني الوفاء بينعش البني آدم، وبحس إنه وجوده بالحياة له قيمة. فياريت إنه كل الجهات، طبعا مش ضروري الجيش إنه يدور بكل القرى، لكن المؤسسات المجتمع المدني بكل محافظة، البلديات، الجمعيات الخيرية، جمعيات المتقاعدين العسكريين، مؤسسة المتقاعدين العسكريين، يدوروا على الناس اللي خدموا وأصحاب العمر الطويل وأصحاب الوجود وأصحاب التاريخ، بس نذكرهم حتى نذكر فيهم، ونقول لهم يا جماعة الخير إنه إحنا بنذكركم وبنسجل لكم هذا الوفاء على ما قدمتموه. وفاء يعني واحد لما بكون تواجد 67 و68 و73 شارك بحروب، اليوم احنا لاعب كرة عندنا، ولا واحدة بتفوز بمسابقة اغاني هواة، احيانا كل هالدنيا بتكرمها، واللي بعطيها جواز واللي بتبرع لها واللي بوظفها واللي مش عارف شو، وهي بتكون موهبة يعني عادية مع التقدير لكل الفنون. يعني لاعب كرة بفريق بجيب مباراة ولا منتخب بجيب بطولة بيتكرموا بشكل كبير. ما بالك لما يعني بنستذكر وبنطول، وانا بقول هذا المصطلح بنطول بين ناسنا واهلنا وقرانا وبلداتنا ومحافظاتنا، بنطول هالناس الطيبين الكرام اللي خدموا واللي قدموا واللي كانوا في يوم يعني من الناس الصابرين والصامدين في فلسطين وفي الاردن وقدموا. الوفاء دائما خلق كريم، ودائما يعني دائما تجربة اي بني ادم في الحياة لما تقابل بالوفاء اكيد تعمل عنده رفع لروح المعنوي كثير، ولما تقابل بالجحود وأسوأ أنواع الأشخاص في علاقات الشخصية وبالعلاقات العامة كمؤسسات والأخير، أسوأ أنواع الأشخاص أو الجهات هي اللي بتدير دارة للشخص لما بيكون قاعد، وبتوقف معه لما بيكون واقف. فهذه قصة تستحق الذكر، وبعتقد أنه هذا الشخص كمان بنحييه في اليوم على متمنى للعمر المديد إن شاء الله في الأيام والسنوات القادمة، ونتمنى كمان أنه نشوف نماذج أخرى من أمثاله الطيبين أصحاب التاريخ موجودين في إعلامنا، موجودين في مؤسساتنا، وحاضرين ونقدمهم لأجيالنا بشكل كبير. أيضا من هذه القصة بدي أروح لموضوع كمان بجوز بهم الناس بشكل عام، لكنه بهم النقابيين بالأردن المهنيين. عندنا هذه الفترة عندنا انتخابات مهمة للنقابات، عندنا مثلا نقابة المحامين وهي من النقابات المهمة بالأردن، والنقابات المسيسة خلينا نقول، والفيها تيارات فكرية وسياسية، فيها انتخابات في شهر 5 القادم، انتخابات المجلس، وفي طبعا مرشحين لموقع النقيب وفي أعضاء والأخري، ودائما انتخابات، وفي انتخابات طبعا لنقابة الصحفيين الأردنيين اللي هي نقابتنا احنا الصحفيين. هاي الانتخابات راح تكون بالجمعة الأخيرة من شهر 4، هذا شهر نيسان. وطبعا انتخابات النقابات بالمجمل انتخابات مسيسة جدا، وانتخابات فيها خلينا نقول تنافس سياسي بين قوى سياسية، وبتعكس يعني نوع من الحضور
القصة الفكرية والقصة السياسية، وهذا أمر إيجابي جدا، لأنه هاي النخب إذا ما كان عندها شيء وبتقدم نفسها لأعضائها على شكل، طبعا مش كل القصة سياسية، لأنه هذا العضو في النقابة لما بده يمارس عمل سياسي بروح على حزب بمثله، لكن إلى جانب هذا بده يكون الأمر المهني والأمر الخدماتي لأعضاء النقابات، فهي لكنها معيار من المعايير. النقابات كل ما كانت يعني قريبة من حياة الناس، يعني أي نقابة بتكون ناجحة لما تدخل بحياة العضو من أعضائها، أعضائها يكونوا حسوا بنقابتهم في 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 بيته، بناء بيته، شراء سيارته، تأمين متطلبات حياته، مساعدته طبعا، يا ما رح تعطيه مصاري، لكن تفتح له أبواب إنه يمتلك أو يأخذ قرض أو أي أشكال الخدمات اللي موجودة بشكل كبير. ودائما النقابات المهنية انتخاباتها بالأردن واحدة من المؤشرات اللي بتطلعوا عليها في قياس القوى السياسية، بقول لك الإسلاميين أخذوا كذا، القوميين أخذوا كذا، القائمة الخضراء، القائمة البيضاء، المستقلين، التيار الكذا، هي واحدة من المؤشرات السياسية اللي بتتم اللي بتكون في انتخابات النقابات. بجوز انتخابات نقابة الصحفيين يعني هي واحدة، هي بجوز من النقابات اللي ما فيها لا تعطي إشارات سياسية ولا تعطي إشارات فكرية وتيارات سياسية، لأنه التنافس فيها ما بتم على أساس إنه قائمة تمثل التيار الفلاني، ما زالت التنافس على الصعيد الشخصي، يعني فلان بشخصه بحضوره بنشاطه بقناعة الناس فيه بنتخبوه، والآخرين سواء الأعضاء أو موقع النقيب. والسنة بجوز لأول مرة في انتخابات نقابة الصحفيين بتم انتخاب نائب النقيب انتخاب مباشر، بجوز بعد تعديل القانون النقابة هو اللي صار هذا الانتخاب. فهي انتخابات النقابات واحدة من زي ما قلت المعايير المهمة في الحياة السياسية، من المؤشرات المهمة. أظن الصيادلة كان، لأنه كان فيها جدل الصيادلة الفترات الماضية، أظن كمان راح يكون انتخابات من نقابة الصيادلة الفترات القادمة كمان نفس الشيء. طبعا هي بتتم ضمن شيء دوري، بجوز دائما في انتخابات النقابات تحديدا المهندسين بجوز لأنه عدد أعضائها كبير كثير، دائما الشكوى من نسبة الاقتراع، نسبة الحضور. الهيئة العامة بتكون بعشرات الآلاف مثلا زي المهندسين أكثر من 100,000، لكن اللي بيحضروا بالآخر بيكون عدد قليل، واللي بنتخبوا وذاك بجوز اللي بفوز بنسبة مئوية قليلة بالنسبة لعدد الهيئة العامة. طبعا هاي إشكالية، كنا نسمع دعوات كثيرة من النقابيين ومن جهات عديدة باعتماد نظام النظام الجديد للانتخابات بالنقابات اللي كمان يكون أكثر عدلا ويراعي هذه المسألة، لأنه بدل ما أنه اللي يفوز بنسبة محدودة جدا من هاي العام اللي بتغيب أو غير موجودة لأسباب مختلفة، يكون نظام الانتخاب يراعي هذا الموضوع. فهي واحدة من الأشياء المهمة، نتمنى لكل نقاباتنا تكون نقابات يعني تخدم أعضائها وأبناء المهنة بشكل كبير بالمراحل القادمة، ونتمنى أنه المرشحين الجادين اللي عندهم قدرة يقدموا أنهم يكونوا خيار الهيئات العامة سواء بالصحفيين أو بالمحامين أو بكل النقابات الأخرى. بدي أروح على خبر آخر عربي شوي، نبعد قليلا، اللي هو كان في خبر بالفترات الماضية عن أنه السعودية ألغت الديون اللي للمملكة العربية السعودية على العراق. طبعا بالأرقام الديون اللي بتذكر بالتقارير أنه الديون السعودية على العراق تصل ل 30 مليار دولار، رقم يعني أكبر من ديون الأردن، الأردن أو حوالي قريب 26 مليار آخر رقم، 26 مليار دينار كان آخر رقم نشر بالإعلام عن ديون الأردن فترات الماضية. ديون السعودية على العراق هي ممتدة لفترات سابقة، لها علاقة بالفترات حتى في عهد يعني الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كان قصة قديمة يعني بالعلاقات، إنه صدر خبر، وهذا الخبر طلع بعد زيارة وزير خارجية السعودي لبغداد فترة ماضية قبل أسابيع، وبجوز تعزز أكثر بعد اللقاء اللي تم في قمة عمان ما بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وبين حيدر العبادي اللي هو رئيس الوزراء العراقي. بجوز كان هذا الخبر طلع، السعوديين نفوا أن يكونوا قد أصدروا قرار بإلغاء الديون السعودية على العراق لهذا المبلغ الكبير، وقالوا أنه هذا يعني أنه العلاقات السعودية العراقية تتقدم وتتحسن بشكل إيجابي، لكن إلغاء الديون ما تم أو إلغاء يعني هذا موضوع مختلف وما أخذ فيه قرار أو ما تم إلغاء الديون اللي بهذا الرقم بالمليارات. طبعا تذكروا أنه بعد احتلال العراق بال 2003 كان في نادي باريس مثلا اللي بضم مجموعة الدول ألغى عن العراق 44 مليار دولار، زي ما بتقول التقارير الموجودة أنه تم شطب 44 مليار دولار عن العراق بعد سقوط النظام العراقي السابق في 2003، تم إلغاء 44 مليار دولار، منها 62 مليار كانت لروسيا،
أمريكا 4.1 مليار، واليابان كانت 6.8 مليار، ألمانيا 5.1، فرنسا 5.1 كمان بجوز، بلغاريا 3.1. هي ألغت بال 2003 بعد زي ما قلت احتلال الأمريكي للعراق، لكن بقيت الإمارات في حينه من خارج نادي باريس كمان شطب ديون. اليوم السعودية بقيت هي من أكبر الدائنين السعودية للعراق، والمبلغ الكبير بهذه بعشرات المليارات اللي السعودية نفت إنها ألغته. طبعا زي ما أشرت سابقا علاقات السعودية العراقية بتتحسن الفترات الماضية. أمس كان في قبل أول أمس كان في تصريح لحيدر العبادي كان في إدانة ونقد شديد لفترة حكم المالكي، أظن سماه مربع الظلام اللي هو فترة حكم نور المالكي، اللي كانت من أسوأ المراحل اللي كان فيها علاقات العربية العراقية سيئة ومتردية، وكان يعني يرفض استقباله في بعض العواصم العربية الخليجية ومنها السعودية. اليوم زي ما قلت سابقا في تيار عربي يؤمن بالتقارب مع العراق ولا يترك للعلاقة مع إيران. العراقيين أيضا بتحدثوا بوضوح أنه بدنا نقرب على العرب لكن بدهم يحتفظوا بعلاقاتهم الخاصة جدا مع إيران. طبعا في تيارات قوية بالعراق إلى علاقة يعني ارتباطات مع إيران، هذا لازم ما ننفيه، لكن على الأقل في تيارات أخرى عندها الروح الوطنية العراقية وتتعامل باعتبارها على طوى خليط كبير. ولما بني النظام السياسي العراقي بال 2003 وبعديه بني على أساس المحاصصة والطائفية، عشان هيك العرب كانوا غايبين وقته، اللي كانت قاعدة على الـ على الـ على الأرض اللي إيران والأمريكان طبعا كانوا موجودين، وبني النظام اللي استفاد منه العراق، واليوم العراق هو الحاضر الأكبر في إيران بشكل كبير بأشكال مختلف. نتمنى طبعا العلاقات العربية مع العراق أنها تكون إيجابية، وإحنا زي ما نقول دائما الأردن الحمد لله علاقاته بالعراق قوية، لكن بجوز الوضع الأمني هو اللي بيأثر شوي على العلاقات الاقتصادية اللي بمنع فتح المعابر، وإن شاء الله زي ما أشرنا سابقا في المعبر الإطربيل يفتح خلال 4 شهور زي ما بتذكر الحكومة العراقية. مرة ثانية وثالثة شكرا على الوقت وعلى المتابعة، وبنتمنى دائما نكون بنقدم شيء إيجابي وشيء مفيد في هذه الحلقات، ونتمنى لكم كل الصحة والعافية وراحة البال إن شاء الله، ونتمنى لبلدنا دائما كل الأمن والأمان. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.